ها يا مشاكر، شو رأيك تتلحى شوية وتقومي تعملي لنا مهلبية؟ ها يا مشاكر، ما جاوبتي. يما حليب بسميد احسن. لا، بمهلبية. يابا حليب بسميد اهيب. أنا قلت مهلبية. يابا انا جعان حليب بسميد. اسكت اسكت، أنا قلت مهلبية يعني مهلبية، ورأيي هو اللي راح يمشي. ها يا مشكورة، إيش؟ لا هيك ولا هيك. شفت؟ رأيي هو اللي مشي. بس ليش؟ لأنه ما عندناش. أنا ما جبت؟ أنا حرف يا أخوي، اتذكر. لا ناشف ولا مبستر؟ ضحكتني والله، ومبستر كمان. اللي بسمعك بصدق. ايوه انت دخلته على الدار المبستر هذا ولا بتقدر تشتريه؟ بقدر لو معي. ترى اسمعوا انتوا اثنين، انا زهقت من منظركم. انت ليل نهار ماسك لي هالريموت ونازل تقلب محطات وما بتشوف اشي، وانت ماسك لي هالمجلة صار لك اكثر من شهر، ما زهقتاش؟ اهترت بين ايديك. ها هيو اشتري لي غيرها. والله لقراها كلها يمه. ليش لا، بشتري لك غيرها. ويابا يا ضنا يا حبيبي، شو بتحب اشتري لك؟ مجلات هشك بشك ولا الهرد تربيون؟ ايش 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 يابا ايش؟ بول كيفك، قول خلك دي، غص بالك على هالمنظر طالع. مش طالع لحد، بس انا اشتري لك مجلات ماسخه عشان تضلك مبحلق لي بصور النسوان؟ ايش يابا؟